السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتابعيني الكرام. والتغطية اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيرات، موقعها الرياض، معرض النسيم، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. يسعدني إخواني وأخواتي الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيرات، ويمكنكم إضافتي على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وإنستغرام وعلى تويتر وعلى التيك توك، جميعها مختصة بالسيارات. متابعي الكرام، يمكنكم متابعة حساب مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين على إنستغرام، في جميع العروض موجودة بكامل التفاصيل والأسعار وأرقام التواصل، الرابط موجود بالوصف. وتغطيتنا اليوم متابعينا الكرام عن تويوتا لاند كروزر LC 200 اللي هو GX GXR FXR إلى آخره، موديل 2021، والطراز اللي معانا أو الفئة اللي معانا هي GXR 2 V6 6 سلندر، وارد الوكيل المحلي لشركة تويوتا شركة عبد اللطيف الجميل. سعر السيارة طبعا 200 ألف ريال لا تشمل الضريبة، ومع الضريبة 15% 230 ألف ريال. نتكلم عن سعر اليوم، احتمال السعر ينزل يطلع الله أعلم على الأيام، ما تدرون. تويوتا لاند كروزر 2021 باعتقادي وحسب الكلام الكبير أنه آخر موديل لهذا الشكل، 2022 بيجي بشكل مختلف بطرازات مختلفة حسب التسريبات، لكن شفنا شيء أو الشركة قالت شيء، ما في أي معلومات، لكن الشركة تحدثت أنه في جيل قريب جديد وفيه محركات جديدة إلى آخر، فما ندري عنهم نهائيا صراحة. تويوتا لاند كروزر سيارة SUV يابانية، طبعا لاند كروزر LC 200، لأن اللاند كروزر رجع عدة طرازات، LC 70 LC 200 اللي هو قدامي، طبعا LC 70 اللي هو الشاص الربع، والسي 200 اللي هو اللاند كروزر تشوفونه قدامي، وعندنا اللاند كروزر برادو، البرادو المعروف ما يحتاج، فجاء على عدة طرازات، ولا ننسى في جي كروزر كطراز كلاسيكي عندهم اللي هو اللاند كروزر القديم. عموما طراز الفي 6 الستة سلندر اللي هو المحرك الصغير، أصغر محرك عندهم في اللاند كروزر، يجي 4.0 راسين، طبعا 6 سلندر، 270 حصان مع جير أوتوماتيك، 6 سرعات تبترونيك، ونظام دفع رباعي مستمر. طبعا هذا النظام الجديد في اللاند كروزر كله الجير أوتوماتيك، لأنه رباعي مستمر، دبل ثقيل، ونظام زاحف طبعا، ونظام توزيع القوة، ونظام التفاف 360 درجة، فهذه مواصفات أساسية في اللاند كروزر. المواصفات الخارجية صراحة 2021 حصل على بعض اللمسات الخفيفة اللي هي الظاهر اللمسة الأخيرة، خلاص ما عاد في لمسات أكثر كذا. سيارة حصلت على فيس ليفت، طبعا ظهرت في 2008 كجيل جديد عن 2007 باسم LC 200، 2007 كان اسمه طبعا اسم البودي LC 100. عموما خلينا نتكلم، ف 2008 إلى 2011 كان شكل الحالة أو يعني لمسات الحالها، 2012 حصل على فيس ليفت برضو خفيف، حصل على بعض التطويرات، وب 2016 حصل على فيس ليفت شمل صراحة كثير من أجزاء السيارة، فالسيارة توقع خلاص ما عاد فيه لمسات أكثر من كذا. عموما عندنا فتحة سقف في فئة الجي اكس ار 2، صار في جي اكس ار 2 كستة سلندر هو أقل طراز حسب المواصفات اللي وصلتنا. هل بينزل جي اكس ار 1؟ أنا ما شفت الجي اكس ار 1 إلا على محركات الديزل للمعلومية، جي اكس ار 1 ستة سلندر ما شفناه بالقائمة، لكن بعض أحيان الشركة بعد شهرين ثلاثة أربع شهور تنزل أوبشن جديد، تنزل مواصفات جديدة، فنتكلم عن اليوم أنه ما شفنا جي اكس ار 1 ستة سلندر موديل 2021. طيب عندنا فتحة سقف، نتكلم عن المقدمة مع الشبك الجديد، طبعا الشبك الجديد جاء في اللاند كروزر وجاء في اللكزس LX 570 اللي هو الفرع الفاخر، كلهم حصلوا على شبك جديد زي ما تلاحظون. طيب عندنا الإنارة طبعا LED، وعندنا النور الواطي زينون والعالي هيلوجين عادي، كشفات ضباب LED، شفة الصدام تغيرت عن موديل 2020 زي ما تلاحظون، صار فيه حساسات بالزوايا، طبعا نتكلم عن وارد شركة عبد اللطيف جميل بالخليجي، هذه الشفة موجودة من زمان الشكل هذا، هذا وارد عبد اللطيف جميل الجكسار 2، تلاحظون شفته مختلفة.
أو الدعامة الفيبر. هي ليست كلمة الدعامة تقال على الصدام الأمامي أو الدعامة الزيادة اللي تقدر تدعم السيارة إذا تبي تدف أحد إلى آخره. طيب ننتقل إلى الجنوط. طبعا مقاسها 18 إنش. هذه جنوط الألمنيوم عندهم عدة طرازات 17 عند صراحة اللاند كروزر عدة أشكال. في جنط الحديد اللي هو أعتقد مقاسه 16 وفي عندهم لا الحديد 17 عفوا وعندهم برضو جنط ألمنيوم 17 وعندهم جنط ألمنيوم 18 وجنط 20 بشكلين. جنط 20 لإصدار الجراند تورينج وجنط 20 للإصدار الفيكسار العادي. ما أدري والله صراحة بس أي هذا هو. مثلا الجنط 20 تلاحظون هذا حق الفيكسار الشكل العادي، وإصدار الجراند تورينج الحمد لله أنه موجود لأن عدة أشكال لها. فتجي بذا الشكل. طيب خلونا نكمل المواصفات الأخرى. بسم الله. مقاس الكفر اللي هو 285-60، وزي ما ذكرنا مقاس الجنط 18. دائما كفرات اللاند كروزر يستخدمون دانلوب في أغلب الطرازات، لكن بعض الأحيان كفرات الديزل تجي شوي مختلفة. طيب عندنا إشارات بالمراية وعندنا حناية عفش والطاية جانبية وفيها إضاءة LED. إذا فتحنا الأبواب تلاحظون من الجهتين. وهذه من الخلف، الجناح الخلفي واضح، الإنارة LED خلفية واضحة، أربع حساسات خلفية، هوك خلفي V6 GXR، طبعا مساحة للزجاج الخلفي. طبعا بحكم انه ما هو في الكامل فشنطة يدوية، هذه المساحة البسيطة. اذا فتحت الصف الثالث عندنا هنا منفذ طاقة، طبعا تكاية الراس دائما تكون موجودة هنا، تفتح السحاب وتطلعها. في ناس يمكن ما فتحوها من 2008 ما يدرون عنها. سعة خزان الوقود 138 لتر يشيل معك بنزين. وبالنسبة صرفية الوقود كل لتر بنزين يمشينا 9.4 كيلو، بنزين 95 تقييمه سيء جدا 4.0، اوتوماتيك دفع رباعي 4WD سيارة SUV. ننتقل الآن إلى المواصفات الداخلية، وهذه مفاتيح التويوتا لاند كروزر الذكية. طبعا مفاتيح ذكية، الدخول ذكي بمجرد تلمس باب السائق أو الراكب. بالنسبة لفئة الجيكسار 2 يفتح لك السنتر لوك. لو تلاحظون اول شيء بنلاحظه، طبعا جماعه عشاق لاند كروزر، الجيكسار 2 ما كنا متعودين انه يجي كرسي كهرب بالنسبه للستة سندر. في 2021 جاء كرسي كهرب. هذه السياره من الداخل. طبعا هنا الصف الخلفي بسم الله، او الصف الوسط لان لاند كروزر ثلاث صفوف. هذه فتحات التكييف تابعه للمكيف الامامي، هذا المكيف الخلفي هنا التحكم فيه. عندنا هنا منفذ طاقة، طبعا فيها منفذين USB. على فكرة هذه قطعة إضافية من الوكيل. شاشة DVD، غريبة أنه ما في شاشة DVD نفس الطرازات اللي أنا عندي. 2020 فيه شاشة DVD. طبعا هذا الصف الخلفي. اللاند كروزر مميز أن الثمن ركاب، يعني الصف الخلفي بالعادة سيارات SUV يجي راكبين، هنا لا، ثلاثة حزمة أمان، اثنين في الزوايا واحد فوق بالسقف. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه اللمسات الأخيرة، لمسات آخر موديل أعتقد خلاص، طلقة رحمة ما أدري يسمونها، أو طخة رحمة أو رصاصة الرحمة. فورميكا تخشيب، طبعا مقاعد مخمل، ما هو في سيارات، في ناس يقولك والله سيارتي مخمل هي قماش، لا هنا مخمل. طبعا المخمل عشان تكون بالصورة أفخم من القماش. فورميكا تخشيب على أبواب، على الدركسون وعلى الطبلون. الزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة، طبعا زي ما تلاحظون تحكم في مسؤول نارة خارجية. عندنا يطفي الإرباقات الجانبية، وبرضو
مواصفات تعدلت عن الموديلات السابقة. كان الجكسار 2 بالنسبة للستة سندر ما يجي رباقات جانبية، الحين صار يجي رباقات جانبية. تصفية المرايا الجانبية، عندنا هنا كشاف الضباب الخلفي والحساسات نشغلها نطفيها عن طريق هذا الزر. طبعا هنا المرايا الكهربائية مع خاصية الطي الآخرة. دركسون السيارة مكسوب الجلد ولا ننسى الفورميكا التخشيب. تحكم بنظام الصوتي مع بلوتوث، مثبت سرعة. عداد السيارة طبعا عادي RPM، حرارة عفوا زيت، عندنا هنا الحرارة طبعا هذه حرارة الزيت يعني، وهنا حرارة السيارة، تنك البنزين وبطارية. وبرضو يعني ما يحسبون نفسهم حسن شيء مواصفات، ما راح ننتقدهم. وين عداد الرحلات؟ سيارة 2021 سيارة قيمتها 230 ألف ريال، ما في عداد رحلات. طيب عندنا شاشة معلومات فيها نيفيجيشن مع كاميرا خلفية، طبعا المراية تنزل معك إذا حطيت ريوست، برضو هذه ميزة جميلة. مكيف لمس تحكم منفصل بين الساق والراكب، زر التشغيل الذكي، عندنا هنا منفذ طاقة. ولو يعني شركة عبد اللطيف جميل عادي ما راح نزعل إذا ركبونا شحن لاسلكي، حتى لو كان تركيب إحنا راضين، لأن في وكيل قاعد يركبها ما راح أقول اسمه، لكن قاعد يركب شحن لاسلكي ما هو شد مصنع. شركة عبد اللطيف جميل حطته في الجكسارات الجراند تورينج والفيكسار. طيب وهذا الجير أوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك، هذا هو نقلب لكم المانوال، تلاحظون هذا هو الستة اللي هو السادس. الهاند بريك الدبل الثقيل، هنا توزيع القوة تراكشن، نظام الجر والباور، وعندنا هنا نظام الزحف، نظام ارتفاع 360 درجة. طبعا لما تدخل البر في ناس راح دائما يسألوني ودائما اشرحه وبشرحه بهذا الفيديو. يوم تبي تدخل البر اذا ببر عادي خفيف خلك على الوضع الدفع الرباعي اللي موجود بالسيارة، لكن ها حسيت ان في رمال وما ودك السيارة تمسك والطريق كان ما شاء الله مستوي بس في شوية أشياء تخاف منها، استخدم طبعا توزيع القوة. ولا قدر الله علقت حتستخدم الدبل الثقيل ومرة السيارة مسكت مالك إلا الزحف. طبعا دائما أنا أنصح إذا تدخل رمال أو شيء تنسم الكفرات إلى 15، وصراحة بتمشي إذا كنت سواق بتمشي بكل انسيابية بدون حاجتك للدبل الثقيل والخرابيط هذه. حملة الأكواب، دكاية بالوسط فيها مساحة، وافتح وعندك هنا ثلاجة، وأحلى شيء باللاند كروزر الثلاجة. سنتر لوك في باب الراكب، المراية الداخلية تعتيم، أنوار السقف الرجينية، عندنا بيت نظارة. طبعا التحكمات فتحة السقف والشماسات، فيها مراية مع إنارة غريبة. ايه هذه قاعد احاول افتحها طلع الكيس هذا نفسه مسوي زحمة. المهم مواصفات الامن والسلامة، فرامل ABS ونظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات امامية وجانبية، وعدد 8 احزمة امان. هذه هي تويوتا لاند كروزر متابعيني الكرام. بالنسبة اللي الحين فرحان والله روح اشتري جيمس 200,000 مواصفات احسن، روح اشتري جيمس، ما قلت لك انا اشتري هذه، ما قلت لك تكفى تكفى، هذه زبونها معروف وعاشقها معروف، والسيارة غنية عن التعريف. تبي تقعد تذمها ذمهالين بكرة ما حد بيسمع لك نهائيا. الله يبارك لك في سيارتك، اشتر جيمس، اشتر تاهو، اشتر باترول، اشتر سكاليد، اشتر اكسبيديشن، اشتر اللي تبغى تشتريه. خلاص ما عجبتك السيارة، هذا الياباني قدم لك منتج، قدم لك منتج، قدم لك ها قدم لك منتج، شوف قدم لك منتج. سمعت اصوات؟ سمعت يدي وهي قاعدة تتكسر وما سمعت أصوات، فقدم لك منتج بقيمته. تبغى تشتري حياك الله، ما تبغى تشتري روح اشتري وين ما تبي. فهذه هي الفكرة، لاند كروزر صنعت عشان تدوم. طبعا هي بالأول والأخير على حسب استخدامك أي سيارة في العالم، لكن هو أعطاك الأسباب أن السيارة تعيش فترة أطول، ما قصر معك في الأسباب، شلك الخرابيط اللي ما لأمها داعي، الإكسسوارات اللي ما لأمها داعي، صحت لك إكسسوارات لكن بقيمتها. هو دفع فلوس برضه، مو بس يلعب عليك بالسعر، هو مقابل هذه الأشياء اللي سواها لك دفع فلوس. يعني وش معنى السيارة من أول ما يصنعها من عام 2008 إلى اليوم هذا ما غير ترتفع؟ لأن السيارة بجودة عالية. بعض المصانع يصنع السيارة وتبدأ تنخفض خلال 10 سنين 12 سنة، هنا لا سعرها موجود، لأن هذه هي الحقيقة. يعني خلاص هذا منتج فيه قيمته، زي مثلا والله زي ساعة الرولكس
مثلا ما راح طبعا رولكس تجيب سعر دائما بعض الاحيان ترتفع سعر عن سعر المعقول 30% مو ب 30% 30 مره عن سعرها الطبيعي. لكن برضه هنا الجماعه ما قصروا, اعطاك جوده, اعطاك كامل الاشياء اللي تحتاجها كسياره اعتماديه موجوده. فطولت عليكم انا صراحه, لكن من جد انا صراحه ضايق من هذا, يقول يا اخي بروح اشتري تاهو. انا يوم كتبت لك في الاعلان باليوتيوب تويوتا لاند كروزر, ما كتبت لك شفروليه ولا كتبت لك جيمس. اذا حبيت تشوف المراجعه وحبيت السياره استخير وتوكل, ما حبيتها عادي روح افتح اكتب شفروليه تاهو ولا جي ام سي يوكن, تفرج واستمتع بعد, وحتشوف مواصفات وتسمع احسن اكثر هناك. فعادي يعني بالاول والاخير انا اقدم لك محتوى واصور لك هذه واصور لك هذه واصور لك هذه. فحيا الله الجميع بالتعليقات الايجابيه الجميله اللي يستفيد منها الكل. طولت عليكم متابعين الكرام, اتمنى تكون عجبتكم السياره, والسلام عليكم ورحمه الله.